مبروك للنصر. مشكلة عندي واحد وصله والتاني وحده مش عارف. الضحكة صفراوية وصلاوي صفرة. لا وصل الحمد لله أمور طيبة. وصلاوي من أقول لكم ضحكة صفراوية صح؟ بس صفراوية بمعناتنا يعني مزينة. مين بيحكي فيكم على النصر؟ والله أبو عوف لازم كان نجيب أبو عوف. تابعت المباراة بس المباراة كان فيها خطأ كارثي. شو الخطأ؟ البلنتي سجل النصر ولكن قالوا لأن تيغالي دخل في الدائرة فيعتبر تداخل فيجب أن تعاد الضربة. لم تعاد اتحسبت. والفار وينه؟ هذا الإشكالية الخطيرة الآن. في بعض الناس طالب بإعادة المباراة رغم أن النصر هو صاحب ضربة الجزاء وفاز فيها، ولكن البعض يقول لك لأنه هذه خطأ في صلب القانون. أنت إيش رأيك؟ والله ما أنا عارف أن تعاد إذا القانون تغير. المباراة كلها تعاد؟ لا لا لا، ضربة جزاء. ضربة الجزاء تعاد يعني ما عاد. هل القانون تغير؟ يعني بكرم الآن نادي النصر سجل الهدف. أي ألغى الهدف. الحكم واقف. الحكم هو ألغى الهدف. أي لأنه تيغالي دخل في الدائرة. طيب أوكي تداخل. تعاد لازم. هو راح ألغاها وخلى الحارس في شوتها. يمكن قانون جديد كذا. هذا هيك. لا الآن كل المحللين أجمعوا على أنه هذا خطأ في القانون. طب ما هو فاز النصر خلاص. عشان كذي يقولك تخيل الهدف اللي حسبه للنصر في آخر دقائق كان ملغي ولكن الفار نادى وحسبه، فلولا الحركة لولا أنه حسب الهدف الثاني كان ممكن كل المباراة تعاد. أنا بعتقد القانون أنه لما بيدخل لاعب أحياناً عم بيلغوها. لا كانت تعاد. كانت لا لا كان زمان تعاد. أقول لك الحين القانون إذا تغير هو اللي من فريق لو من الطرف الثاني. لأن غير معقولة يعني الحكم هذا ما يعيد هذا إذا كان القانون وأكيد في فار يعني حتى لو حكم أنا في استمعت فار. لأكثر من حكم والكل كان يقول يجب أن تعاد. ما أدري إذا هذا خطأ كارثي يعني. نعم. إذا مثل لأنه وجود خطأ مثل هذا ومع وجود الفار إشكالية كبيرة بالتأكيد. طيب خلينا نروح لفاصل الإعلان.